مرحبا، معكم بثينة النصر من جبل لبنان أحييكم. أنتوا عارفين من فترة طويلة صار لي أنا عايشة في لبنان، وبطبيعة الحال أمارس حقي في قيادة المركبة السيارة، وهذا الحق اللي صارنا فترة طويلة ننتظره في السعودية خلاص صار اليوم أمر واقع، الحلم تحقق. تشارك على طريقتها ولو من بعيد فرحة بنات بلدها بإعلان السعودية عن إصدار أول دفعة لرخص قيادة المركبات داخل المملكة للمرأة السعودية. كنا نطلع البحرين نتدرب قيادة وبناخد الرخصة من هناك، منطلع عليها رخصة دولية فبنقدر نسوق في أي مكان. هلأ خلاص صارت وطنية. رمزية قيادة المرأة للسعودية أو غيرها للسيارة هي أنها تقود تفاصيل حياتها اليومية. المرأة في السعودية الآن مش هي فقط اللي عم تنال حقوقها بالنسبة لقيادة أو عمل أو فرص فتح مجالات وفرص عمل مختلفة أو ابتعاث أو غير، من زمان يعني في شغل ماشي بشكل متكامل على كل المستويات. يمكن هذه الفترة الآن تمر فيها السعودية هي أجمل فترة تمر فيها المملكة من بداية تأسيسها لحد الآن، مش فقط للمرأة، للجميع. بثينة، برأيك شو بحاجة بعد المرأة العربية؟ المرأة العربية دائماً بحاجة لشيء أساسي، هو أن تصادق الكتاب والقراءة ثم القراءة ثم القراءة. وهذه كانت نصيحة بي لإلي لما كنت بعدني مراهقة في 15 كذا، وكانت من أجمل النصائح اللي ساعدني فيها في حياتي، لأنه بالفعل القارئ لا يمكن لأحد أنه يكسره. تحتفل بثينة بهذا الإنجاز وسط الطبيعة التي توحي لها بالحرية كما تقول. ويليام عزام، الحرة، بعبدات، جبل لبنان.